جديده جديده من نوعها شوي. زيست عطلنا مشكله في الاس دي ام اي ديجا هي حلت شوي الصبغه في الفلاش يبدا شوي تي مينيت ونبدا ان شاء الله. جيست دونك حبيت نحكي على العرض اول حاجه دونك ماركه الضيوف الكل سواء دونك من دونك من المعهد المسينا باش كامل اللي فيه تلفزيون اللي باش يتعرضوا اليوم زوز افلام منهم فيلم متوج بالجائزه الوطنيه العام اللي فات. دونك كيف كيف نرحب دونك سي بوبكر القاسمي بالضيوف الكرام دونك الكل دونك مرحبا بك الناس الكل باش نعرضوا اليوم دونك ترواز ايبيزود جي تي اس وكيف كيف دونك باش نعرضوا زوز افلام من افلام دونك كلوب فيزيون وزاد عندنا الفيلم اللي دونك خالد مخالد نزلوه مع الخيالات اوفيسيال باش نعرفوا اللي هو دونك شنو اسمه خالد؟ صاحب الفتنة صاحب الفتنة فوالا دونك قبل كل شيء نحب نعطيكم دونك نحن بدينا في فيلم طريق الرجوع والناس كل تسأل وين وصل الفيلم هذا اللي هو لون متراج يعني ساعة ونص وكذا الفيلم هذا دونك كما تعرفوا ماهوش فيلم قصير فيلم طويل ساعة ونص ساعة ونص دونك التصوير وحده بقينا فيه أربع خمسة شهور في بين المونتاج دونك ماهوش باش يشد برشا يا أخي اكتشفنا أن المونتاج والميكساج يشد باش يشد أكثر من التصوير دونك لهنا ولازم إمكانيات أكثر وغيرها دونك هذاك علاش تعطلنا يمكن مارس يمكن أفريل إن شاء الله يكون حاضر باش نوريكم دونك دي ريونيو نبدو بهم دونك ليفينمون تاعنا اللي هما فيما يخص فيلم طريق الرجوع من بعد نبدو إبيزود جي تي إس بعد فيلم من افلام ذكرى خالده كيف كيف ابيزود فيلم ابيزود دونك فيلم تاع خالد من هدي دونك وبعد نعملوا ديسكسيون صغيره ندير نشوفوا نطوروا بها الخدمه تاعنا ان شاء الله دونك مرحبا بكم الناس كل مره اخرى وان شاء الله يعجبكم الجو